السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وبأحوال جيدة يا ربي. اليوم ان شاء الله غدا نتقاسم معكم واحد الوصفة، اكيد كتعرفوا البطبوط. المهم بغيت نبارطاجي معكم هاد الطريقة هادي اللي سهلة وبسيطة. البطبوط معمر بالطون، كنتمنى يعجبكم، وكنبغي نرحب بكاع البنات اللي عندي في القناة والبنات اللي عاد انضموا جداد. كنقول لكم مرحبا بكم، وباش هكا تبقاو تواصلوا بكل جديد ما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر للاشتراك وتفعلوا الجرس. ان شاء الله باش يوصلكم يعني اي حاجه حطيتها هكا في القناه توصلوا بها. وغادي نبداو على بركه الله، غادي ندوزو دابا باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. وكما كتلاحظوا هادو هما المكونات. انا غادي ندير في هذا البطبوط هذا نخاله رقيقه، يعني تقريبا واحد نص كاس ديال النخاله، والفينو 300 غرام زائد 300 غرام ديال الدقيق ديال الفورس. النخاله اختياريه، اللي بغاها يستعملها واللي ما بغاهاش اكيد يمكن يستغنى عليها. وعندي الماء دافي لجمع العجين، وتقريبا 4 ديال المعالق ديال زيت الزيتون والخميره، ومعلقه ديال السكر سنيده وشويه الملحه. وحتى بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش الحلاوه يمكن ليهم هذيك المعلقه ديال السكر انهم يتفادوا ما يديروهاش. والنخاله راه زوينه البنات، البنات اللي في بلجيكا واحد الاخت سولاتني، انا كناخذها من دوليز راه كاينه فيها موجوده. والناس اللي في المانيا، كنت مشيت لالمانيا انا وصحاباتي، لقيتها تما كاينه رخيصه، عندهم بزاف النخاله، تقريبا ما كايناش حتى شي 80 سنتيم، يمكن 500 غرام ولا هكا، رخيصة بزاف. البنات اللي عند في ألمانيا أكيد عندهم الزهر، نحنا هنا كنتوفر عليها، ولكن شوية الثمن ديالها زايد شوية، لأنها اكتشفوا بلي راها صحية وفيها بزاف، غنية بالألياف. وسيغتو الناس اللي هكا كيديروا الحمية ويعني وكيعانيو من أمراض، ماشي غير الناس اللي يعانيو من الأمراض، راه مزيانة لنا حتى حنا يعني. ودابا كما لاحظتوا ضعت المكونات الجافه وشويه ديال زيت الزيتون، ودرت شويه ديال المدافي مع الخميره هكا باش يعني تولي محلوله هكا. واللي عنده الخميره اللي كتكون هكا يعني حبيبات بحال نفس يعني كيديروا نفس النتيجه. وهذا المقا هكا مجمع في العجين ديالي، كنخوي غير شويه بشويه ديال الماء. والعجينه خاص ولا بد انها تكون طريه. وغادا نبقى هكا كنخوي هكا الماء غير بشويه. والبنات هاد الطريقه هادي راني درتها قبل ما ندير القضيه ديال الخلاط، لان هاد الفيديو كان عندي مسجل، وكل يوم كنقول هكا غندير له مونتاج ونحطه في القناه، يعني نركبه غير الصوت. وكل مره كيجي فيديو اخر وكنساه، واليوم عدف عليه الله وبغيت نبارطاجي معكم هذه الوصفه اللي هي زوينه. وهذا البطبوط هذا كيجي غزال هكا في رمضان وحتى في الايام العاديه، واكيد غيبغوه الوليدات والناس اللي ما كيبغوش اللحوم، راه مزيان ليهم هذا يعني هذه الوصفه هذه. وكما شاهدتوا العجينه يعني ولات كتلصق في اليدين، يعني هذا دليل على انها غتكون مزيانه. والبطبوط راه خاص ولا بد يعني يكون طري، ما تكونش العجينه ديالو قاصحه. وهادو هما المكونات كما كتلاحظوا، عندي البصله مقطعه مربعات يعني مكعبات صغيره، فلفله حمراء وخضراء، تقريبا واحد 250 غرام ديال الطون، نص كاس ديال الزيت، معلقه ديال الطماطم معلبه حتى هي اختياريه، ومعلقه صغيره ديال بودره الثوم، ملحه، فلفل اسود، الزنجبيل والكركم. يعني هادو هما المكونات اللي استعملت، وهانتوما غادي تشوفوهم في يعني في طريقه التحضير. خديت المقله وضعت زيت الزيتون وضفت عليهم البصل، وغادا نبقى نحمر هكا، غادا نبقى نخلط في هاد البصله هادي هكا شويه بشويه. ملي غادا تدبل شويه غادا نزيد عليها الفلفله حتى هي يعني الوان، اللي ما عندوش يعني اللي عنده غير لون واحد يمكن يستعمله يكتفي به، واللي كتكون عنده الوان اكيد تكون احسن هكا باش تعطي داك اللون وداك المنظر. ودابا بديت كنوضع في التوابل اللي هي الملحه، فلفل اسود، الزنجبيل، الكركم،
ومعلقه ديال الطماطم مركزه، وكتبقى اختياريه. يعني اللي ما بغاش يمكن ليه يستغنى عليها وما يستعملهاش. وغدا مني غدا تشحر لي هاد المكونات وتنسجم مع بعضها. غدا نضيف في الاخير الطون لانه ما كيبغيش يعني الطياب، غير واحد 3 دقائق هكاك. وغدا نخلي هاد المكونات مع بعضها. وهاد الوصفة كما قلت لكم راها اقتصادية، يعني ماشي يعني غير مكلفة. واللي بغى يضيف هكا الخضار يمكن ليه يحك الجزر او لا القرعة، حتى هما كيجيو. المهم انا مبغيتش ندير بزاف ديال المقادير باش هكا يعني تكون بسيطة. وكاين اللي كيكتفي غير بالخضار، يمكن ليه يحيد الطن اللي ما يعني متوفرش عليه، يمكن ليه يستعمل غير بصلة والمطيشة والفلفله، راهم كيجيو حتى هما لذاذ وزوينين مع شويه ديال التوابل. وهذه هي الشرموله ديالي اولا الحشوه ديالي، راني يعني طابت حطيتها هكا تبرد. وهنا العجينه راها خمرات كما كتلاحظوا، يعني طلعات هكا. غادا ننزلها فوق الطاوله ديال المطبخ. وهذا نخرج من داك الهواء اللي تيكون فيها لداخل. قسمت العجين على جوج كما شاهدتم، وهذا نسرحه بالمدلك. وكندير الحشوة وكنوضع كنطراسي، عاده كنحط الحشوة ومن بعد كنحط العجين. هنا البنات راه ما بانش ليكم، ما تقطع لي الفيديو من الاول، غدا نعود ليكم باش تشوفوا بالتفصيل. وكنحيد ديك العجينه اللي تتكون زايده، اكيد غدا نعاود نجمعها ونستعملها مره اخرى. قعدتها ونخليها. وكنقاد الخبيزات هكا من الجناب، كنحاول نضغط عليهم مزيان باش ما تخرجش ليا ديك الحشوه. وهاد الخبيزات تيجيو بالنخاله، كيجي عندهم مذاق اخر وكيجيو لذاد، يعني ماشي دائما هكا الدقيق الابيض. خلينا نغيرو ونديروهم بالدقيق الاسمر او المهم يعني ننوعو. وكيجيو خفاف وماشي تقالين على المعده. والطريقه ديال التحضير ديالهم اللي هي ساهله وبسيطه، وكيعطي تبارك الله يعني كتنزل فيه البركه، كيعطي واحد الكميه اللي تتكون كبيره، لان كنسرحو ديك العجينه وكنحطو فوق منها الاخرى. صراحه كتجي يعني كميه كتبان مهمه. وكما شاهدتوا هنا راه عاودت لكم بالتفصيل طراسيت العجينه، كنطراسي يعني ما كنقطعش غير كنطراسي، حيت غادا نحط العجينه عاود من الفوق. وكنحط الحشوه يعني تكون قد هذاك الدائره اللي عندي. يمكن لكم يعني طراسيو غير بكاس او لا بشي زلافه هكا صغيره، يعني اللي ما عندوش هكا باش يقطع. وكنحط العجينه عاود من الفوق. وبنفس الطريقه كنسدهم هكا من الجناب. وهنا راه العجينه كما لاحظتوا هذه هي اللي كانت كتشيط ليا، اكيد حتى حاجه ما كتضيع. كنسرحها وكنطراسي، وانا ما غاديش نطراسي هنا لان غادي ندير يعني غير هكاك، وغادي نحط فوق منها باش تشوفوا. يعني حتى اللي ما بغاش وعنده عين وميزانه يمكن ليه ما يطراسيش، غير هي فاش كطراسي وكتقيدي البلاصه ديالك يكون احسن، كتكوني متاكده باش ما تخرجش لكم ديك الحشوه من جناب. اكيد حتى حاجه ما ضاعت، استعملت العجينه كلها. وكما قلت لكم داك الشيء جا كثير تبارك الله، خصوصا هكا رمضان والسيدات اللي تيكونوا هكا كيخدموا داك الشيء، يمكن ليها دير واحد الكميه مهمه وديرها في الكونجيلاتور. بالحق ما تخليهاش مده طويله، لانني انا ضد انك طيبي واحد الكميه كبيره وديريها في الكونجيلاتور، راها غير صحيه. حاولوا ما امكن ناكلوا شي حاجه هكا واخا غير قليله، المهم تكون فيها فائده، ماشي نكثروا نديروا في الكونجيلاتور وفي الاخر ما كيبقى لا مذاق لا حتى شي حاجه، يعني داكشي كيتغير. وسيرتو النشويات راهم ما كيبغوش يعني التجميد، انكم تجمدوهم ماشي مزيان. وهنا الخبيزات ديالي راهم كيطيبوا كما شاهدتم، كيجيو محمرين وزوينين، داك اللون ديال النخاله كيعطيهم واحد المنيظر.
كما لاحظتوا راني وريتكم الخبيزات هكا كيفاش كيجيو، واخا يبان لكم الشكل ديالهم يعني داير راهم تيخمروا بسرعه، وفي نفس الوقت راه العجينه ديالهم راه كتكون رقيقه. غادي نحلها لكم وغادي تشوفوها، يعني غير الحشوه لداخل، اما العجينه ديالهم راه كتكون رقيقه. وباش زوينين هاد البطبوط هاد الصغيور يعني كيطيب بسرعه، يعني بكميه تحطي 4 5 ديال الوحدات هكا، يمكن لك تزرب عليهم طيبيهم. وكنصحكم البنات ماشي مشكل، حنا دابا في رمضان يعني تيكون عندنا بزاف ما يدار، وخصيصا البنات اللي هنا في اوروبا راه الفطور تيكون معطل، يعني ماشي يعني حنا تبارك الله ما كنفطروه حتى لديك 9:30 10 الا ربع عاد وصل عندنا الفطور ديال الليل. يعني راه نطيبوه بنادم نطيبوه. يمكن ليكم هكا دير واحد الكميه صغيره، واخا غير 7 الحبات ولا 8، وتاكلوا داكشي طري. انا كنفضل ناكل شي حاجه طريه على انني نطيب يعني بكثره ونحطو هكا في الكونجيلاتور كما قلت لكم، ونبقى نجبد هذاك الشيء كي يعني كي طبق غير هكا على النساء اللي تيكونوا هكا عاملات. انا فتحت وحده وريتكم الحشوه، كما قلت لكم كتجي العجينه رقيقه، الحشوه راه كتكون بكثره، وما كاينش بحال شي حاجه سخونه. يعني انا غنرجع معكم الحوار اللي كنت بديت معكم ديال انكم، انا كنزعمكم البنات بانكم هكا في رمضان طيبوا شي حاجه طريه وزوينه، وكيكون عندها واحد المذاق اخر، لانك كتكون يلاه كطيبي فيها والريحه كتكون في الدار وداكشي كيكون زوين. وغادا نبقى هكا مستمره كنطيب هكا في الخبيزات ديولي. كما قلت لكم تبارك الله يعني الخير والبركه، غير كميه قليله ديال الدقيق، ولكن عطاتني ما شاء الله، يعني غير اللي بغات تعجز وما بغاتش تطيب هكا في رمضان. وهادو البنات راه ما خدوش ليا بزاف ديال الوقت، يعني في وقت اللي هو وجيز، يعني كتعجني وكتخلي يعني العجينه ديالك كتخمر، كتصايب ديك الحشوه بسرعه لان ما فيهاش بزاف، يعني غير هذيك بصله وفلفله، راه داكشي ساهل وبسيط. وهذا هما البطيبيطات اللي صايبت، كنتمنى انهم يعجبوكم، راهم كيجيو خفاف البنات، والعجينه كتجي خفيفه من الداخل ماشي ثقيله، واخا كيبانوا لكم منفوخين هكاك غير بالحشوه. وكنتمنى هذه الوصفه تعجبكم، والا عجبتكم ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، والسلام عليكم.